القرقرات مقبرة الصواريخ الكاذبة للجزائر والبوليساريو. تحول معبر القرقرات إلى حفرة كبيرة لقبر أكاذيب وتهويل الآلة الإعلامية الجزائرية التي تفتتح شهيتها يومياً على قصف القرقرات بالصواريخ الكاذبة بعد تطهير المعبر من عصابة البوليساريو على يد القوات المسلحة الملكية. في الأسبوع الأخير ارتفعت سعار الكذب وحمى وطيس الحرب التي تشنها الجزائر والبوليساريو على المغرب من منصات قاذفة الصواريخ عبر الفيسبوك والدبابات المدرعة المنطلقة من قواعد تويتر والطائرات العابرة من أجواء الانستغرام. ترسانة حربية مهولة خلقت الرعب في صدور من يضغط على أزرار مواقع التواصل الاجتماعي، حتى أن شظايا القصف تساقطت على سقف الرباط وسلا والعرائش منظومة كذب عسكرية استعمل فيها جنرالات الجزائر وجوردان البوليساريو جميع أسلحة الخيال الجامح والصواريخ النووية الورقية المحظورة. علينا ألنا نستغرب لهذا الحقد الدفين في صدور جنرالات الجزائر، فصواريخ الأخبار الكاذبة التي تطلقها الطغمة العسكرية بالجزائر على القرقرات ليست مسألة جديدة، بل هي رياضة مفضلة لعسكري الجزائر الذي يتحكم في ماكينة البروباغاندا وإنتاج وترويج الأخبار الزائفة حول المغرب. ففي كل سنة تنتج البروباغاندا بالجزائر 1600 مقال مسموم عن المغرب، أي بمعدل 4 إلى 5 مقالات ملغومة ومسمومة في الصحافة المكتوبة في اليوم ضد المغرب. هذا دون الحديث عن الإعلام الإلكتروني والسمعي والبصري، وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الجزائر منخرطة في صراع استراتيجي مع المغرب بغاية توجيه الرأي العام المحلي والدولي وتحقيق غرضها الدعائي للمساس به على المستوى السياسي والحقوقي والدبلوماسي. الحرب الباردة مع المغرب وكل آرائه وقراراته واختياراته الدبلوماسية تتصل بشكل أو بآخر بنزاع الصحراء ومحاولة إلحاق الأذى بالمغرب وإدخاله في الصعوبة الدبلوماسية حتى ترغمه على الخروج من سباق الزعامة. لكن هيهات لعسكري الجزائر أن ينالوا من تاريخ ورزانة وحكمة دولة اسمها المغرب.